دلوقتي عشان الناس اصلها في حاصل حاله فطبعا مش هقدر ابتدي معاك كلام الا لما اقول لك ايه اللي حاصل على السوشيال ميديا عندك بالنسبه لايه. بالنسبه مين اللي حط لك فكره انك تعمل صعيدي في الجامعه الامريكيه بارت 2؟ هو ما كانش فكره اتحطت. هو حصل سؤال من احدى الانسات اللي هو انت عايز كام تويت على تويتر وتعمل صعيدي في الجامعه الامريكيه. يا سلام. فجت بالسؤال كده بالصدفه، فاحنا ردينا برضو بنهزر قلنا 100,000. فللامانه انا لقيت رد فعل عنيف يعني. ايوه طبعا. قلت يا جماعه حسيت ان الموضوع احنا اتورطنا ولا ايه؟ والله العظيم لقيت رد فعل جميل جدا جدا، والناس ابتدت طبعا مساله الرقم 100,000 يعني انا لو كانوا 5 قالوا كنت هفرح، بس لقيت الموضوع تجاوز الرقم دوت، ولقيت لقيت حاله حلوه قوي الحقيقه يعني. بصراحه يعني ده معدى الربع مليون ولا البتاع حاجه في الموضوع كده. وابتدت ناس تتخيل شكل السكريبت، وناس تتخيل شكل الافيش. هو طبعا عشان الصعيدي ده بالتحديد ليه حاله معانا كلنا، ما ملوش دعوه بيا انا حتى، مش انا والصناعه كلها بالظبط في الموضوع كده ومع الناس وبتاع. فالموضوع ابتدى يكبر يكبر يكبر. اتصلت بالدكتور مدحت العدل قلت له متابع، قال لي متابع. فابتدينا احنا نحب الفكره، ابتدينا نصحصح لها كده وان شاء الله يكون خير. يا رب طبعا، لان كلنا شركاء ان شاء الله. لان بالزبط. الخيال بقى انه يا ترى هيبقى شكله ايه الاخ خلف بالزبط. وبقى ايه بعد كام سنه، احنا ايه عم بقول 20 سنه مثلا السنه دي 20 سنه بالظبط. صدق 20 سنه معقوله. هوا هوا هوا. والسقه بقى شكله ايه كله وطارق، وشوفوا كلهم يعني الفيلم ده برضو قدم مجموعه من النجوم عاشت عليها السينما هم نجوم لحد دلوقتي، النجوم الموجودين حاليا. فالموضوع يعني مش مع النجوم بس، لا مع النجوم وصناع السينما والناس بالتحديد. وليه ذكريات مع كل الناس. فيا رب ربنا يوفقنا، لو نوينا نعمل حاجه كويسه ان شاء الله. طبعا شاء الله. انا يا رنا عايزه ادفس نفسي في الحكايه، بس محمد رب. العدل ممكن يموتني. يلا مع بعضينا بقى زملاء يعني. طبعا زملاء. طبعا.